بالنسبه لنا احنا كان الاعلام عايش اليوم الاتفاقيه الشراكه لابونا مع جمعيه عبد الصمد الكفاوي في اطار المهرجان العرائش في الدوره الخامسه. احنا تكلفنا بدوري كره القدم واختارينا بعض الفروع كل منطقه كاين طاجا كاين بنادي القصري كاين نادي العرائش بالاضافه الى ممثل الساحل. الهدف العام من هذا الشيء هذا هو نحاول ما امكن المهرجانات الرياضيه التضامن بما بالرغم من ذاك الدعم الهزي شي حاجه اللي ما اكثر من انتكاس هذا واحده تكلفتنا ب 2000 درهم. بطبيعه الحال احنا كرياضيين ما عرضاوش اننا في مدينه عرائش نديروا شي يكون شي تضارر رياضيه ونقزموها، بالعكس حنا نزيدوا نكبروا ما كاينش. قالوا الناس ما الميزانيه ما كاينش هذا هذا الحدود السقف اللي نقدروا نخدموا فيه. حنا زدنا كبرنا شي شويه مصر على اساس العرائش ما يمكنش ديما تبقى يعني 1200 درهم كدوري الاطفال والله كتبقى منا حصه ديال التدريب ديال الاطفال في الدائما. حنا هذا غير باش نقولوا لهم حتى الرياضه راه كاينه، كاينه الشعبي كاين الشيخات كاين هذيك المسائل كامله مرحبا حتى هذاك في اطار الفن وكل اطار الرياضات. دابا هنا الدم ما كاينش والهضره بزاف ربما كيقول كاين بعض الكيروج ان النادي شد ما عرفش شحال الميزانيه ينظم دوري. حنا كنقولوا كنتحملوا المسؤوليه شدينا 1200 درهم وواحد الروبات قامت علينا ب 2000 درهم دونك حنا كنادي اللي كنخلصوا.